كبيرة لرجل المهام الصعبة كابتن سيد عبد الحفيظ والدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه على كل الأصعدة. نروح بقى لآخر خبر معانا، وده كان عن الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد واللي اتعمل امبارح بقاعة المؤتمرات في استاد مولاي عبد الله، وحضر وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي والمنسق العام للبعثة وكمان كابتن سيد عبد الحفيظ وعدد من الإداريين. ومن الجانب الثاني كان موجود الوفد الإداري لنادي ريال مدريد في حضور اللجنة المنظمة لبطولة الفيفا وطاقم التحكيم ومنسق المباراة للتأكيد على التعليمات الإدارية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بالمباراة. وتحدد أن الأهلي هيلبس اللبس التقليدي بتاعه، التيشيرت أحمر والشورت الأبيض، أما ريال مدريد فهيلبسوا الطقم البديل باللون الموف سواء التيشيرت أو الشورت. خلصت أخبارنا، تعالوا بقى نروح للجزء الثاني من فقرتنا تعليق فصول.